كان تونس في 2004 ثالث مرة تستضيف كأس أفريقيا. وعلى فكرة استاد من أكبر استاديات. واحد من أكبر 10 استاديوهات في إفريقيا. كان استاد هذا أول شاهد لهزيمة تونس لكأس أفريقيا في 2004. كان تونس في 2004 ثالث مرة تستضيف كأس أفريقيا. تونس قد استضافت 3 مرات كأس أفريقيا قبل 2004، 1969، 1996 و2004، وكانت آخر نسخة لها في 2004، مع العلم أنها مرة واحدة هزت الكوب دافريكا. نتذكر اللي يقلوه في الجازون، حاجة حلوة على الآخر، حاجة روعة. تبدأ واقف هنا 60,000 تفرج وتفرج فيه. كيفاش تبدا انت تلعب هنا وانت 60,000 عبد تتفرج فيك وانت باش تقف قدام الجريف باك ميوزيك بالرسمي تبدا ترعش. يرفع ما بين 60,000 متفرج 80,000.